نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. دارت الجلسة الأولى من الصالون حول ملف عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتفرغ العضوية المجلسين. كما ناقشت الجلسة الثانية قانون حرية تداول المعلومات وأهمية وجود قانون لحرية تداول المعلومات والعلاقة بين حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة. في الدستور المنشور في الجريدة الرسمية في يناير في 2014 في المادة 68 أو المادة 68 كان قد نص على إلزام الدولة بإصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات والبيانات، فهو إلزام دستوري. وفي الناحية الأخرى لابد أن نرى إيه هي الفوائد المترتبة على إصدار هذا القانون بشأن حرية تداول المعلومات. الفائدة الأولى بتأتي للمجتمع بصفة عامة، بيبقى عندنا معلومة صادقة نحارب بها الشائعات بتخرج عن مصادرها الرسمية، يبقى أنا درأت ضرر الضرر مقدم على جلب المنافع. نأتي بقى للناحية الثانية في جلب المنافع، متخذ القرار سيجد قدامه مدخلات صحيحة تؤدي إلى مخرجات أو اتخاذ قرار صادق نافع من كل الجهات. إتاحة المعلومات بتشكل حائط صد لمواجهة الشائعات. رقم 2 بتوفر على الدولة والحكومة الجهود التي تبذلها لنفي، طبعا وهذه تكلفة وضريبة كبيرة، فبتوفر على الحكومة التكلفة اللي بتبذلها لنفي الشائعات، لأنه اللي بيتبع أسلوب إثارة الأكاذيب هم بالأساس بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تحكمها ضوابط أو معايير أخلاقية لتدوير المعلومات الكاذبة ثم الدعاية السوداء سواء ضد الدولة أو ضد الحكومة، بما يؤثر على الدولة سياسيا واقتصاديا. الحرص على ضرورة أنه يجب إصدار أو سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأكثر من هدف أو هيحقق أكثر من نتيجة إيجابية بالنسبة للدولة المصرية. الجزء الأول فيها هو الجزء الخاص بتداول المعلومات بالنسبة للباحثين، الجزء الثاني الجزء الخاص بتداول أو حرية الوصول أو قدرة على الوصول للمعلومات بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين والجانب الاقتصادي يعني. الجزء الثالث والمهم أيضا وهو وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هي من ضمنها الصحافة والتلفزيون والإذاعة